هذا وقد وافتنا مراسلة التلفزيون المصري جيرمين إبراهيم بهذه الرسالة في ختام فعالية المؤتمر. بعد التحية نتابع معكم ختام فعاليات مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات الإفريقية في دورته 71. هذه الدورة التي انطلقت تحت عنوان المطارات قاطرة النمو الاجتماعي والاقتصادي والمستدام، وذلك بمشاركة واسعة لأكثر من 400 مشارك من 50 دولة إفريقية. أيضا جاء المعرض المصاحب لهذا المؤتمر بمشاركة أكثر من 40 عارضا من الشركات الرائدة في مجال خدمات الطيران في القارة الإفريقية، ويساهم المشاركون بابتكاراتهم وأفكارهم الفريدة في مجال الطيران. أما عن المؤتمر فكان هناك مناقشة لعدد كبير من الموضوعات ذات الصلة بمجال الطيران والمطارات، فتم تناول الأهمية الاستراتيجية للمطارات كداعم للتطور الاجتماعي والاقتصادي والمستدام، أيضا الحديث عن الاستثمار في البنية التحتية للمطارات كأمر محوري للاقتصاد العالمي، وأيضا الحديث عن العمل على أن تكون المشاريع الجديدة في مجال الطيران تتماشى مع التنمية المستدامة. أيضا بالحديث عن أهمية هذا المؤتمر فهو يأتي مع ويعكس أيضا الثقة التي تقدم لمصر من جانب ممثلي ومنظمات الطيران الإفريقية لدور مصر المحوري في هذا المجال الحيوي، وأيضا بالتزامن مع أهمية هذا الحدث الذي يعتبر بمثابة منصة عالمية وتضم خبراء ومتخصصين في مجال الطيران والمطارات يقدمون الرؤى والخبرات المختلفة، وأيضا يضعوا استراتيجية متكاملة تساهم في التعرف على أحدث وسائل التكنولوجيا في مجال الطيران، وأيضا تواكب التطورات المتسارعة في مجال صناعة النقل الجوي، كما تساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمسافرين. أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو.